السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نحضر وصفة الخبز اللي مشهورة في الجنوب الجزائري، وهي معروف باللغة الفصحى يطلق عليه الثريد. أول حاجة يبدأ فيها وهي المرق. مكونات هذا المرق هي العدس، لازم يكون من النوع الرقيق، توابل مشكلة، هذه اللي مطحونة، وهنا هذه الرقيطة اللي باللون الأسود، والقليل من الشحم والكزبر والجزر والطماطم ولحم الدجاج، والأفضل يكون لحم الخروف أو لحم البقر، والأفضل يكون لحم الجمل. هنا طماطم مصبرة، والخطوة الأولى تقوم بتقطيع البصل كما راكم تشاهدوا هنايا، بعدين تضاف عليه كل هاته الخضروات والعدس مع التوابل، وتحرك مع اللحم حتى تجمر، وبعدين نضيف عليها الماء ونقفل الكتكوت. هذه هي الخطوة الأولى لتحضير مرق الثريد اللي قلنا هو الخبز في الجنوب الجزائري. وراح نوضح لكم طريقة لوح الخبز أو طريقة صنع الخبز اللي هو الثريد. هنا عندنا طريقة الخبز أو الثريد بالمقياس، هو هنا هاد الكوب من هذا، 3 أكواب من هذا الكوب يكفي كميته، تكفي لست أشخاص. نعجنوا هذا السميد، أي نوع من أنواع السميد، الأفضل يكون الأنواع الجيدة. بعدين بعد نعجنوه بهذه الطريقة حتى يخرج هذا حتى يصير متماسك كأنه غراء لاصق، أو يخرج الجيلاتين تاعو بهذه الطريقة يعجن. ونكون محضرين هنايا الصافية اللي هي أو طاجين أو أي نوع من أنواع الطواجين. الصافية يعجن بهذه الطريقة، حتى يصبح متماسك، حتى يولي متماسك كيما هكا. وهنايا هذه الصافية رانا مشعلين عليها النار، النار راهي شاعلة عليها الصافية هنا كيف راكم تشوفوا. هنا رانا تعجين العجين، اول طريقه باش نلوحوا الخبز هديه، تهز شوي كيما هكا، تبقى تدور بيه في الطاجين. حتى تكمل الحلقه كلها. هكا بعد ما طابت تقلبها، تقلب للجهة الأخرى، تقلب للجهة الأخرى.
عندنا في الصحراء هذه الأكلة المشهورة، كيما هكا تكون كأنها ورق الديور هكذا. عندنا أشهر أكلة في الجنوب هي الخبز. تبقى هكا مع نفس، تبقى بالعملية هكا حتى يكمل العجين كله، هكا نفس العملية حتى نكملوا العجين كله نفسها. أسهل ما يكون. هي الثانية، الورقة الثانية، الخبزة الثانية هي وجدت. أسهل ما يكون، يبغي فقط شوية السرعة. وأي نوع من الطواجين يصلح يكون فيه، يصلح به الخبز هذا، كما هذه هنا صافية، هذه صافية ما فيهاش، ما عندهاش الحواشي، ما عندهاش. يصلح حتى انه اللي بغى يحشيه يحشي، راح تقدر تحشيه التربية، تحشيه وتحمره في الزيت عادي. هاي ورقة الخبز شفافة، هاي أسهل ما يكون. دائما الخبز هذا يتطلب السرعة، لازم تكون سريع جدا باش تكملها بسرعة، تكون سريع. لو في إمكانك تسرع تسرع حتى يجيك الخبز رقيقة ياسر. لأن هذه الصافية مساحتها كبيرة شوية، تكون صعبة شوية. هي العدس هنا اللي قلناه قبيله، لازم نكبوا عليه الماء المغلي باش نفسخوا له الجلد نتاعو، باش ما يجيش المرقه كحله. لازم نفسخه كما هكا، توضع عليه الماء المغلي حتى نفسخه له الجلدة نتاعو. هنا هو المرق يتجمر فيه الجزر، راح نضيفه له الطماطم الخضراء والطماطم المصبرة والثوم والتوابل وهذيك الرقيطة. إن شاء الله راح نزيد نضيفهم ليه.
هو المرق. هنا انتهينا ان شاء الله من مرحلة المرق، وراح نوروا عليكم واجدة ان شاء الله. هنا نقطة ما وضحناهاش ليكم، لازم يكون حداك هنا تبصي فيه الماء باش تدخل يدك في الماء، بعدين تهز العجين باش ما يحرقكش الطاجين. كيما هكا كيما راهي دير هنايا، دغس يدك في الماء من بعدين تهز العجين باش تلوحو في الطاجين في الصفيه كيما هكا، حتى اللي يحرقك الطاجين راه عند حداك الماء تدخل فيه يدك. هذا السريد اللي كانوا يحبوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هكا يحرقك الطاجين تدخل يدك وتهز العجين. هذا هو الخبز. بهذه الطريقة يكون الخبز الصحراوي اللي مشهور في الجنوب الجزائري. هو بعد ما كملنا الخبز هذه هي نتحصلوا على هذه النتيجة. هذا هو الخبز كله. هنايا نقطعوه بعد الطاب، نقطعوه قطع صغيرة كما هكا، وتكون المرق تسقيت طبقات. الطبقة الأولى تحطها تاع خبز تحط عليها المرق، بعد الطبقة الثانية تحطها تاع خبز تحط عليها المرق. هذه هي هذه. وهنا هو مسقي، هنا جاهز يقدم لي الأكل. هذه هي. واللي ما وفي الأخير السلام عليكم، واللي ما هوش مشترك معنا يشترك في القناة ويفعل الجرس حتى يصله الجديد منا من جنوبنا من جنوب الجزائر. والسلام عليكم.